ازاي تعرف ان ربنا بيحبك؟ انا هقول لك. عشان تعرف ان ربنا بيحبك، بص لنظرة الناس ليك، حبهم ليك. لما في لحظة تلاقي تليفونك بيرن، حد بيكلمك، تعال احنا قاعدين مع بعض والقعدة مش هتحلى من غيرك، اعرف ان ربنا بيحبك. لما تكون في ازمة ومشكلة وتيأس ودول خلاص انا اتدمرت، تصحى الصبح على فرج كبير من ربنا، اعرف ان ربنا بيحبك. لما تروح تصلي وتطلع من المسجد على امر كنت يائس منه، حد يكلمك يقول لك خلاص المشكلة اتحلت، اعرف ان ربنا بيحبك. من حب ربه حب في خلقه. بص لصحابك ولحبايبك، ما يقدروش يستغنوا عنك. بص لكل حاجة حواليك، لو لقيتها بتحبك هتلاقي ان ربنا فعلا بيحبك وراضي عنك. رأى احد العارفين رجل يبكي على قبر، فقال له: ما يبكيك يا هذا؟ فقال له: أبكي على من أحببت فقد فارقني. فقال له: الذنب ذنبك، فقد علقت قلبك بمن يموت، ولكن لو علقت قلبك بالحي الذي لا يموت لما فارقك أبدا. اللهم علق قلوبنا بك وبنبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. في أحد الأزمان حكم الملك على رجل يعمل كنجار بالإعدام، فتسرب هذا الخبر إلى النجار فلم ينم تلك الليلة، فقالت له زوجته: نم ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. فصدق كلامها وشعر بارتياح ونام، ولم يصح إلا على قرع الجنود لجرس الباب. فقال له الجنود، فمد يده لهم ليربطوه وهو يائس، فقال له الجنود: لقد مات الملك، وأتينا لك لتصنع له تابوتا. فنظر لزوجته بابتسامة فقالت له: نم ككل ليلة، فالرب واحد وأبواب الفرج كثيرة. فالعبد يرهق نفسه بالتفكير، والرب له القدرة في التدبير. فمن اعتز بملكه فليتذكر فرعون، ومن اعتز بماله فليتذكر قارون، ومن يعتز بنسبه فليتذكر أبا لهب. سلام.